دلوقتي هناخد مثال عملي عن اللي احنا شرحناه قبل كده. نبتدي بروجكت جديد خالص. اول حاجه جوه بقى الكونتاكس بتاعتنا، فيست تو فيست فولتج 700 فولت، الارثنج ارنجمنت هنستخدم تي ان اس، اقصى مساحه مقطع 300 ملم، النسبه بين النيوتن والفيس سيبها 1، التارجت باور فاكتور برضه سيبها 96%، الفريكونسي 50، التولرانس 5%، مش مشكله. نعمل اوكي. هنجيب المصدر بتاعنا، نجيب باسبور عادي، نوصل، والأحمال اللي عندنا هنجيب لود، نجيب موتور لود، ونجيب لايتنج لود. نخش على اللود العادي ده، كابل طوله 35 متر، دايرة واحدة. الأي بي التيار بتاعنا يبقى 238 أمبير. نعمل أوكي. المثال التاني، اللود التاني، الكابل بتاعه 39 متر، الأوتبوت بتاعته 110 كيلو وات. ودايركت أون لاين ستارت. أوكي. لايتنج لود، الكابل بتاعنا طوله 15 متر، والباسبور طوله 30 متر، وعندنا 10 دوائر متشابهة. اللمبة، نوع اللايت اللي هنستخدمه ستاندرد 150 واط، والبافاتور ده بتاعها بواحد. في عندنا حوالي 20 كشاف، لاحظ ان التيار بيتغير عشان زودنا عدد الكشافات. نعمل اوكي. كده احنا مو دخلنا البامترز بتاعتنا او البيانات، ممكن ادخلها بالشكل ده كل عنصر لوحده، او زي ما قلنا من نتورك كومبوننت ليست. انا مثلا الكابلات هنشوفها دلوقتي، او نسيبها زي كده مش مشكله. اللايتنج عندنا البيانات بتاعته ممكن ندخلها من هنا، او زي ما قلنا بالديسكريبشن بتاعه. بعد كده هنعمل لوجيكال تشيك لنا اوكي، بعدها باور سام يس. نلاحظ هنا ان هو حسب التيارات بتاعتنا والباور، ونلاحظ ان هو بيعتمد في الحسابات بتاعته على اللود فاكتور والدايفرسيتي فاكتور. ده اللي هو اللود فاكتور بيخش في حسابات البرانش سيركت، ده اللي هو المختص بالأحمال اللي هي من نفس النوع. انت عندك مثلا الإضاءة مش كلها تشتغل مع بعض في نفس الوقت، فده بيساعد في عملية انك ما تعملش اوفر سايزنج للكومبوننت بتاعتك. انت عندك الحمل مثلا دايرة إضاءة، لا أقصى حمل ليها أو الكونكتد لود بتاعها 1500 واط، انت عمرك ما هتشغل ال 1500 واط مع بعض، فبنستخدم اللود فاكتور بالشكل ده. والدايفرست فاكتور ده بنستخدمه في حسابات الديستريبيوشن بورد، ده بيعبر عن احتماليه ان كل الفيدرز او كل البرانش سيركت بتسحب الماكسيمم لود في نفس الوقت. فهنا عشان مثال صغير هنعتبر اللود فاكتور بواحد والدايفرست فاكتور بواحد. هنلاحظ هنا في ريسورس فوق ان الكالكوليتد باور ريسورس البرنامج حسبها ب 348، وهو بعد كده عمل لك اوبشن ان هو ان السورس بتاعك عمله سايزنج ب 400. انت ممكن تزوده عادي براحتك، بس هو حسبه لك ب 400. خش بعدها فيها هنا، لاحظ برضو اللي هي الباور فاكتور بيفور كومبنسيشن، الباور فاكتور الحالي بعد الحسابات ب 87%، احنا كنا عاملينه ب 96%، يعني هنا احنا محتاجين كومبنسيشن. برضه مش هنعمل كومبنسيشن، نضغط اوكي. هنا هيجي لنا رساله تحذير ان الباور فاكتور بتاعنا اقل من التارجت باور فاكتور اللي احنا ظبطناه، فلازم تركب كابستر بقى. ماشي اوكي. بعدين بعد كده نخش على مرحله الكالكوليشن. احنا قلنا فيها عندنا ستيب باي ستيب كالكوليشن، او ممكن
ناخد بري سايزنج، لا نخليها في الستيب باي ستيب كالكوليشن. فينا الكابلات لو عايز تعدل عليها، ناخد القائمة الفطرية، احنا عرفنا قبل كده ازاي بنعدل عليها. نعمل كالكوليت اول، نستنى لما البرنامج يخلص الحسابات بتاعته. من أجل لكن نكون نتحسن نعمل كلوز. الله، عايزين إن الداتا بتاعتنا ظهرت على الحاسب، نعمل زوم. هلا هنا الترانسفورمر جاب لك الريتنج بتاعه، التردد، الاي كي ماكسيموم، الاي بي بتاعه، الكابل جاب لك الفولتج دوب عليه ب 13%، الفيس كوندكتور مساحته قد كذا، النيوتن كذا. هنا لو التيار كان زاد او لو زودنا الاحمال بتاعتنا، كان الفيز ممكن هي بدل ما واحد في 300 كابل، واحد 300 مللي، كان ممكن يقول لك اتنين في كذا، لان احنا كنا حاطين اقصى حمل 300 مللي متر. بعد كده جايب لك السيركت بريكر والتيار بتاعته والموديل بتاعه في الكتالوجات بتاعت شنايدر، كذلك الاحمال. عشان تعمل اكسبورت بقى النتائج بتاعتك، هنعمل برنت اكسبورت. تختار من هنا العناصر اللي انت عايزها، احنا نختار كله. فرونت بيج ده احنا قلنا قبل كده، الكومنت، هنعمل اكسبورت فولدر. مثلا اول حاجة عندنا اللي هي بصيغة ارت اف، ده اللي هو الفرونت بيج، مثلا سيفها برقم واحد. بعد كده دي اكس اف، ده اللي هو السنجل لاين دياجرام بصيغة بتاعت برنامج الاوتوكاد اللي هي دي اكس اف، سميها برضو واحد. تمام، اللي انت عايزه واحد عشان تسهيلا بس. بعد كده ار تي اف، تاني حاجة اللي هي عندها الايكويبمنت برضه سميها، ده تسميها مثلا باتنين. بعدها كومبوننت ليست، ثلاثة. بعد كده كالكوليشن نوت، أربعة. نعمل كود ونفتح كده، هنلاقي هنا الملفات بتاعتنا. أول حاجة ده اللي هو دي الملف بتاع الأوتوكاد بتاعنا، ده اللي هي الفرونت بيج. في عندك بعد كده تاني حاجة، بعد كده جايبلك الكومبوننت بتاعتك. بقى اللي هي الكالكوليشن نوتس، النوتس بتاع الكالكوليشنز بتاعتك، اكتب لك الحسابات كلها. ده اللي هو ملف الكود عشان مش مسطب الكود حاليا، فمش هنفتحه. كده نبقى انهينا البرنامج الايكوديال، والفيديو الجاي هنبدأ في برنامج ماي ايكوديال، هناخد برضه مثال عنه ونشوف الفرق بينه وبين الايكوديال. هو تقريبا نفس الشغل، مش كبير يعني.